السلام عليكم. هسه راح نبلش بشرح أسئلة سنوات لشابتر 4، أسئلة سنوات ميد وكوزات. طبعا في فاينل بس احتمال ما أحلهم، خليهم لوقت الفاينل إن شاء الله، وبنحلهم على السريع بدون بروسيجر. راح نحلهم هسه بروسيجر، طبعا نفسر كيف حليت، نفسر كيف حليت. فأنا مثلا عندي هاي الصورة، عندي هاي الصورة بقول لي for the beam shown in the figure 3، هذا اسمه figure 3 at A is hinge. A hinge يعني بين، و D و E roller، و C interior hinge. C هي internal hinge. يقول لي إذا P قيمتها 30، هاي P، يقول لي أوجد الرياكشن عند A. تمام، يعني هذا سؤال رياكشن مش chapter 4 بس عادي. شو بحكي للسؤال؟ أوجد الرياكشن عند A. طيب أنا بعرف إذا هاي internal hinge فأنا بفصل عندها، فعندي هون مجهول، مجهولين 3، وبعرف إنه عندي هون يكون مجهول، مجهولين. فمين نأخذ؟ نأخذ جزء اليمين وهو بده A، فبالتالي كل بساطة بأخذ الجزء هذا حاله. بدي أحكي مثلا سي واي، ما بديش أحكي سي واي، الفورس اللي هون، وفي عندي لود مستطيل زي هيك، في عندي لود البي، في عندي اي واي. أنا بدي اي واي، خلص بحسب اي واي مباشرة. يلا هاي بي وهاي اثنين. المسافات، مسافة من بي لسي 6 اللي هي مسافة المستطيل، المسافة بين لود وهاي 4، المسافة بين هاي وهاي 4. بحكي مجموع المومنت هون بتساوي 0 وطلع اي واي. يلا اي واي في 14، هاي مع عقارب الساعة بساوي مع عكس عقارب الساعة. بتحكي بي في 10 زائد 2 ضرب 6 ضرب 3. فبالتالي اي واي الرياكشن النهائي راح يساوي معي 36 زائد 10 بي 14. هاي اول بروسيدر، هاي اول بروسيدر 36 زائد 10 بي 14، عوض بي 30 بتطلع معك 36 زائد 314 بتطلع معك 24، وال 24 هي من ضمن الخيارات. السؤال الثاني بيقول لي اوجد المومنت عند البي. قال لي اذا هاي بين، هاي رولر، انترنال هينج، انترنال هينج، رولر، رولر، بده المومنت عند البي. طيب انا بدي اوجد مومنت عند نقطه، طبعا بي بعتبره نقطه، بدي اقطع يا باخذ الجزء اليسار يا باخذ الجزء اليمين. هسه بدي اخذ الجزء اليسار هو اسهل، بس بدي احتاج اطلع رياكشن اي قبل واطلع رياكشن الهينج. راح تحكي لي طب انا باخذ الجزء اليمين، بدي اخذ الجزء اليمين تحكي بدي اخذ هاي وهاي 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 وهاي. بقول لك تمام، بس في شغله حلوه بخصوص الانترنال هنج. لو انا فصلت واخذت بي سي لحاله، هاي سي واي وهاي بي واي مثلا، وهذا اللود هذا، السي واي هاي تعتبر شامل رياكشن هذا ورياكشن هذا. كيف يعني؟ يعني انا لو قطعت واخذت البي سي لحاله زي كأني قطعت، طبعا مع ظهور السي، مع ظهور السي زي كأني قطعت وأخذت هذا كامل وأنا مسكر الهنجات، وأنا مسكر الهنجات. يعني بفصل بي سي لحال وبقدر بنفس الوقت أفصل هيك، يا بحكي إنه هون في عندي سي واي وعندي لود مستطيل مثلا، هاي سي واي، يا بفصل، طبعا بفصل يعني بقطع ام بي، هو بده ام بي، يا بفصل بحكي انه هاي مثلا ام بي، ولكن هون ما بحط له شيء لحد الرولر، بحط له هون رولر، يا بحط له هون رولر، ناتج رياكشنين هذول مع اللود هذا واللود هذا يساوي سي واي. فبالتالي مين اسهل لي؟ باخذ الجزء القصير بدل ما اوجد رياكشنين. فبالتالي بدي اوجد اول شيء سي واي. كيف بدي اوجد سي واي؟ بكل بساطه بدي اخذ جزء الديتيرمنت اللي عليه مجهولين فقط. هذا الجزء في ثلاث مجاهيل، واحد اثنين والرياكشن اللي هون، هذا الجزء على رياكشن اثنين ثلاث. فبالتالي الجزء الوحيد السهل هو اللي بين الهنجين، فبفصل بين الهنجين بحكي في عندي دي واي وبحكي في عندي سي واي وبحكي في عندي دبليو اللي مقدارها اثنين، في عندي اف اللي هي المجهولة او المعطاة بالسؤال معطيني المسافات. فبالتالي بحكي بكل بساطة مجموع المومنت عند الدي بيساوي زيرو. فبيطلع معي بعد ما أفصل، طبعا شو بدي أفصل، شو كيف يعني، بدي أحكي 2 ضرب 120 ضرب 60 اللي هي تركيز اللود، ناقص سي واي في 120
زائد 90 F بيساوي 0. فحل المعادلة بيطلع معي CY بيساوي 14400 زائد 90 F 120. هيك أنا بطلع قيمة CY. بعدين بحكي مجموع المومنت عند البي عند الكت بيساوي 0، بيطلع معي MB بالنهاية بيساوي 8100 زائد CY. يعني هذا السؤال إذا بدي أحله كبروسيجر CY في 90، هذا السؤال إذا بدي أحله كبروسيجر بتطلع أول شيء CY، بعدين بعوض بهذا القانون. طبعا CY بقدر أبدلها ب 14400 زائد 90 F 120 في 90. المهم بيطلع الناتج معي لو عوضت 80 بتطلع معي 24300. فبالتالي CY يعني بس خطوتين، طلع الخطوة هاي بعدين الخطوة هاي، تعمل سكرين وإذا جاك بالامتحان بتعوض فيهم. نيجي للسؤال الثالث. هذا السؤال بيقول لي for the frame shown in the figure أوجد المومنت عند D. زي ما حكيت في فيديوهات الشرح بنقطع احنا عند D بناخذ هذا الجزء أسهل لنا. بده يكون عندي EX و EY وعندي 30 هاي، وأنا بدي أوجد هاي. فتحكي لي تمام مشكلتي بالـ EX، فكيف بدي أوجد EX؟ أول شيء بكل بساطة بسيط جدا، خذ الشكل وهو مسكر بدون ما أفصل. ليش؟ لأنه هاي وهاي على نفس الاستقامة، فلو أخذت مجموعة المومنت عند واحدة منهم بطلع رياكشن العمودي. يعني أنا بقدر أطلع الرياكشنات العمودية بدون ما أحتاج أفصل عند الهنج، لأنه مع نفس المستوى، مع نفس المستوى. فبحكي مجموع المومنت عند الـ A بيساوي 0، بتحكي عندي موجب 48 سالب W ضرب 6 ضرب 3، باخذ عندي الـ A قاعد، بعدين سالب 30 في 3 اللي هي المسافة هاي، بعدين زائد EY في 6 بيساوي 0. تطلع معي EY دلالة الـ W تطلع معي 18 W زائد 42 على 6. تمام هاي EY. بعدين هسه بفصل عند الهنج بطلع معي الشكل هيك. هون الرياكشن بديش اياه، في عندي هنا EX وعندي هون EY اللي طلعتها، وعندي هون 30. تمام، فبحكي مجموع المومنت عند الF بيساوي 0. فبطلع عندي EY في 3، طبعا في هون لود مستطيل، زائد 30 في 3 ناقص EX في 6. أنا بدي أوجد EX، بدي ناقص W ضرب 1.5 ضرب 3، 3 اللي هي مسافة التركيز و 1.5. فبيطلع معي بالنهاية EY، خلينا نمسح هاي، EX قصدي EX بتساوي 90 زائد 3 EY ناقص 4.5 على 6. فبالتالي المومنت عند الدي بدي احكي له EX في 6 سالب 30 في 3 تساوي M، فبالتالي M بيساوي 90 ناقص 6 EX. فهذا هو الناتج. فأول خطوة بطلع EY، أول خطوة بطلع EY هي عبارة عن 18 W زائد 42 على 6، بعوضها بهذا القانون 90 زائد 3 EY ناقص 4.5 على 6. بعدين بحكي 90 ناقص 6 EX اللي هي القيمة اللي طلعتها هون، بطلع المومنت وبطلع الناتج معي 57. اللي بعده، هذا السؤال موجود بالدوسية هيك بنحله. هذا السؤال سهل علي وأعطاني CX مشان ما أضلش أحلل، مشان ما أضل أحلل. فهون أنا عندي CX 25 وهو بده CY، بده CY، فبالتالي هاي 25 وهاي CY. شو عندي؟ عندي لود شبه منحرف. لود شبه منحرف بدي أحلل على مستطيل ومثلث. المستطيل قديش ارتفاع المستطيل؟ ارتفاع المستطيل 2، فاثنين في طول الوتر، الوتر كم؟ إذا هاي 24 وهاي 10، فبتطلع معي المسافة هاي مايل 26. ف 2 في 26 54،
وهاي نص في 2 في نص في 1 في 26 1 شو هي ارتفاع مثلث مثلث 3 ناقص 2 1 ف 13 في نص في 1 1 ضرب 26 ضرب نص بيطلع معي 13 هاي المسافة 26 على 3 هي ثلث من الزاوية القائمة والمسافة هاي أو الثانية هي 13 فبالتالي مجموع المومنت عند الـ A بساوي 0 هو بده سي واي فبدي أحكي له 25 في 10 ناقص 90 في 36 90 اللي هي F يعني ناقص F في 36 بعدين ناقص 54 في 13 ناقص 13 في 26 على 3 طبعا زائد CY في 48 فبتطلع مع قيمة CY بعد الضرب وكل شيء والتبسيط 538.666 زائد 36F على 48 بعوضها بتطلع معي 78.72 تمام اللي بعده هذا السؤال سؤال كثير بسيط بس ما بعرف كيف بدنا نحله نعرف كيف بدنا نحله السؤال بيحكي لي أوجد الـ vertical reaction عند A تمام هسا هذا بدي أحله فانت reaction على Y reaction على X reaction على Y أنا مطلوب مني هذا مطلوب مني هذا صار كيف بدي أوجده بدي أحكي مجموع المومنت هون بس AX بدي أضطر أوجدها أول فيا بحكي إنه بحب أوجد AX ومباشرة بأخذ مومنت هون يا بأخذ بطلع BY بحكي مجموع المومنت عند الـ A بيساوي 0 بعدين شو بعمل بحكي سيجما فاي بيساوي 0 بطلع AY أنا من جهتي مشان ما أغلب حالي وأصير أطلع مسافات وأغلب حالي وأطلع المثلث وركز وكذا أوجد المومنت عند الـ A بيساوي 0 ليش أطلع AX لا أوجد مومنت عند الـ A بيساوي 0 فمجموع المومنت عند الـ A بيساوي 0 يلا عندي الـ 22 كاملة بدي اضربها ب 5.4 اللي هي هاي زائد هاي بدي اضربها ب 5.4 على 2 يعني تربيع على 2 اللي هي التركيز طبعا بالسالب انها مع عقارب الساعة في عندي بي واي زائد بي واي في 3.6 في عندي البي زائد بي في اذا هاي كاملة 5.4 وهاي 3.6 فالمسافة هاي 1.8 وهاي 1.8 اذا هاي 3.6 تمام شو يضل عندي طلع عندي المثلث هذا هذا المثلث شو قيمته شو بيعمل لي مومنت مع عقارب الساعة يعني سالب 37 ضرب 5.4 ضرب نص ضرب 5.43 ثلث من الزاوية القائمة بس كل هذا بيساوي 0 فبتطلع معي قيمة بي واي بتطلع معي بي واي بالفاصلة بتساوي 500.58 ناقص 3.6 بي على 3.6 بعدين بحكي مجموع اف واي بيساوي 0 راح اقول له بي واي زائد اي واي ناقص 22 في 5.4 بيساوي 0 فبتطلع معي اي واي تساوي 118.8 ناقص بي واي بس فطلع بي واي من هاي الخطوه عوض بي طلع بي واي بيخلص معك السؤال تمام هذول هيك اسئله الميد والكوزات ضل سؤالين فاينل ضل هذول السؤالين هذا السؤال شرحته بالمراجعه تقدر ترجع له ما راح اعمل له بروسيجر لانه هسه راح يغلبني شوي يعني بدي اقول له هاي زاويه 45 فبالتالي في عندي هيك في عندي هيك الافقيه ما بدي اياها فهاي ما يخلص راحت فبدي اقول له هاي بي بسميها بي واي تمام بي واي في كوساين 45 او ساين 45 مشان انت تجد زاويه ثانيه ما تحكي لي انت اخذت كوساين فبدي اقول له مجموع المومنت عند الـ A بيساوي 0 بتقول له بي واي ساين 45 ضرب 3 بعدين ناقص W ضرب L زائد 3 تربيع 2 شو بيساوي 0 بطلع قيمة بي واي خلي بي واي تطلع معك رقم بسطها تمام تمام بس أنا طلعت بي واي فهس لو أخذت الجزء اللي فوق أخذت الجزء اللي فوق تمام كامل في عندي لود مستطيل في عندي الرياكشن بي واي هذا بي واي ساين 45
دير بالك بي واي مش بي واي لحالها ساين تيتا كوسين، هي بي واي هي نفس ساين يعني بي بي بي، فبي ساين 45 يا بي واي لحالها، لا بي ساين 45 اصح. عندي هاي المسافة هي 1000، عندي هاي المسافة هي 3 صح؟ صح. في عندي هون اي واي وعندي هون اي اكس، اي اكس مش مهمة ليش؟ انا بدي اوجد المومنت هون، بدي اوجد المومنت هون مش نورمال فورس، فبالتالي ما بحتاج اي اكس. ولا لو بدي اي اكس بحط ال بي كوساين 45 تمام. ف شو بحكي انا؟ بدي اوجد رياكشن واي. ليش بدي اوجد رياكشن واي؟ عشان لما اقطع، عشان لما اقطع او بقطع وباخذ الجزء اليمين، او بقطع باخذ الجزء اليمين، قلنا البي واي هاي بتمثل لي زي كاني قطعت الوصله، بس انا لا ما بدي اغلطكم، خلينا ناخذ مجموع اف واي بيساوي 0. فبي ساين 45 زائد اي واي ناقص دبليو ضرب ال زائد 3 بيساوي 0. فبطلع قيمة اي واي، بي واي انتهت، قصدي اي واي. بعدين لما اقطع الجزء الاخير ام سي، هو بده ام سي، عندي اي واي وعندي دبليو وعندي المسافة 1.5. فام سي سالب اي واي في 1.5 زائد دبليو ضرب 1.5 تربيع 2 بتساوي 0. فام سي بتساوي اي واي في 1.5 ناقص دبليو ضرب 1.5 تربيع 2. فبالتالي هاي البروس، هذا البروسيجر النهائي. فشو بحتاج انا؟ بحتاج اطلع اي واي، من اي واي لازم اطلع بي، لازم اطلع بي. فبي هي دبليو في ال زائد 3 الكل التربيع 2 تقسيم 3 ساين 45. ال هي هون 6، يعني دبليو ضرب 9 تربيع 2 تقسيم 3 ساين 45 بطلع البي، بعدين بطلع البي بعوضها هاي بتطلع معي اي واي، بعدين بجيب اي واي هون وبخلص هاي ال. هذا بروسيجر، هذا السؤال. تمام. السؤال الأخير، السؤال الأخير بقول لي أوجد الفيرتيكال رياكشن عند السي، يعني أوجد يعني هاي إذا هاي سي واي خذ مجموع المومنت عند الـ A وكونهم مع نفس التوازي، فإيش؟ خلص باخذ المومنت عند الـ A وما بحتاج إني أفصل، مجموع ما بحتاج إني أفصل بالهنج يساوي 0. فعندي سي واي في 12 اللي هي 6 زائد 6، بيظل عندي إيش؟ هذا المستطيل سالب 2 ضرب h تربيع 2، بيظل عندي هذول المائلات، هذول المائلات. المشكلة فيهم كيف بدي اعملهم هذول المائلات؟ خلينا بس اكبر شوي لفوق. سي واي في 12 ناقص 2 h تربيع 2، بيظل ايش عندي؟ هذا وهذا. هذا شو بدي اعمل فيه؟ هذا بدي احلله هيك وهذا احلله هيك، فهذا تتحلل هيك وهاي تتحلل هيك وهاي تتحلل هيك وهاي بدها تتحلل هيك. هسه هاي بدها تكون كم؟ اذا هاي 2.5، اذا هاي 2.5، لا 2.5 هي الارتفاع والقاعدة 6 وهاي نفس الطريقة، فبالتالي طول الوتر هو عبارة عن 6 تربيع زائد 2.5 تربيع تحت الجذر، ف 6.5، ف 6.5. فهاي بدها تكون المائلة هي دبليو في 6.5 وهي دبليو في 6.5. فأنا إيش بدي؟ بدي أحلل هسا كم الزاوية، هي تان إنفرس الاثنين ونص على 6 تطلع معي 22. فبدي أحكي هاي، هاي القيمة ضرب كوسان 22.61 وهاي 22 دبليو في 6.5 في ساين 22.61 وهاي بنفس الطريقة، هاي بتساوي هاي وهاي بتساوي هاي. فشو بضل عندي؟ بضل عندي انه لما بدي اخذ المومنت عند الـ A المسافة هاي عبارة عن h زائد 1.25 وهاي المسافة h زائد 1.25. في شغلة انه هاي بتعمل لي مع عقارب الساعة وهاي بتعمل لي عكس عقارب الساعة، والثنتين نفس المسافة، فالW ساين هاي انا ما بدي اياها، ما بتفيدني ابدا. فايش بضل عندي انا؟
يظل عندي القوتين هذول. إذا القوتين بيعملوا لي ثنتين مع عقارب الساعة، بيعملوا لي مسافة. إذا هاي ثلاث بتعطيني هاي ثلاث، وإذا هاي ثلاث، فبالتالي بتعمل لي هاي المسافة من هون لهون تسعة، فبتعطيني، فالبروسيجر بده يكون عندي السالب W في ستة ونص في كوساين في 22.61 في تسعة ناقص W في ستة ونص في كوساين 22.61 في 3 يساوي 0. هاي البروسيجر لهذا السؤال. انا ايش بدي؟ بدي سيمول، بعوض H وبعوض W، بخلصهم بطلع معي جواب سي واي. لو بدي او واي باخذ سيجما اوف واي بتساوي 0 وبحل. خلص السؤال. وهيك يعطيكم العافية. هاي السنوات كاملة البروسيجر صارت معكم، يعني هذا السؤال بس، هذا السؤال هاي بروسيجر بس هذا. يعني هذا كله نمسحه ما بدي اياه خلاص. انا بس اثبت لكم كيف جبت هاي الشغلات. يعني انتوا رتبوها مع ورقة اموركم تمام. يعطيكم العافية.